واحنا بنجهز للفقره اللي هنكلم حضراتكم فيها دلوقتي. الظاهره الخاصه بيه ان ملحوظ ان بعض البنات بعد ما بيخلصوا جامعه وبيبتدوا يشتغلوا بيأجلوا موضوع الجواز، ويمكن بيسقطوه من حساباتهم خالص، ما بتفكرش في الجواز وبتقول لا، زي ما بيسموه كده اندبندنت وومن، او المراه المستقله اللي مش محتاجه شريك في حياتها. لما بدانا ندور لقينا احصائيه غريبه جدا ومهمه جدا صادره من المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. الدراسه دي بتقول ان 50% من خريجات الجامعات لا يفضلن الزواج. 50% من الخريجات او من الجامعيات بعد ما بيتخرجوا وبيشتغلوا نصهم ما بيتجوز، ما بيفضلوش ان هم يتجوزوا. رقم الحقيقه كبير جدا، لازم نعرف دلالاته من المتخصصين وايه سببه. برحب بالاستاذ دكتورة عزة فتحي، استاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس. دكتور عزة اهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ عمرو. اهلا وسهلا. برحب بالاستاذ دكتور محمود الحبيبي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. دكتور محمود اهلا بسيادتك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ شايف الاحصائيه او الرقم ده ازاي، او الظاهره بصفه عامه ازاي دكتور عزة؟ الظاهره بتنشا نتيجه التغير الاجتماعي. التغير الاجتماعي عندنا بقى سريع جدا، ومش بس في مصر، في العالم كله. اللي حصل ان المرأة المصرية تحملت الكثير جدا من الأعباء طول السنوات اللي فاتت، يمكن من حرب أكتوبر لغاية الانفتاح، ثم يعني لغاية ما جينا 2011 والأحداث اللي حصلت، وكانت المرأة المصرية حائط الصد الداخلي بعد الجيش والشرطة، فتحملت ما لا يتحمله إنسان. في المقابل هي اللي كانت بتنزل ولادها للانتخابات، هي اللي كانت بتنزل اخواتها، يعني الست متحمله كمان دور توعوي ودور حقيقي. يعني صح، فعلا قياده. طيب البنت دي لما بتتخرج من الجامعه وبتدرس وبتوصل لمرحله معينه من السن والنضج، حته اللهفه على الجواز وان يكون عروسه بيبقى فيها نوع من التأني، بتراجع حساباتها، بتشوف يعني بالبلدي كده المعروض في السوق، بتلاقي نفسها انها هتبقى خسرانه لو اتجوزت في الوقت ده. خسرانه ليه؟ معظم الشباب الولاد مش عايزين يشتغلوا، ولو عايز يشتغل عايز يشتغل على طول بمدير وعنده عربيه وسكرتاريه وبيقبض 20,000 جنيه، 30,000 جنيه، 100,000 جنيه. طبعا في فروق فرديه، يعني العلم علمنا ان بموضوعيه ما نقولش الكل. البنت المصرية عارفة طريقها، أنا اتعلمت يبقى لازم أشتغل وأعتمد على نفسي وأقبض فلوس وأجيب لنفسي اللي أنا عايزاه، وممكن جدا أساعد في البيت، فبقى عندها نوع من الاعتماد على الذات. بتلاقي في المقابل الآخر وبتسمع فلانة اتطلقت بعد 3 شهور، فلانة اتطلقت بعد سنة. التجارب السيئة بتبقى قدام، التجارب السيئة قدامها عملت لها نوع من الإحباط، هي مش عايزة تقع في هذه التجربة المريرة. وبقت أم فجأة بعد كام شهر وشايلة نفسها وشايلة ابن، شايلة ابن وبنت، وعارفة كمان إن القوانين السابقة كانت فيها للأسف مساوئ كتير، وكانت المرأة بتتحمل عبء كل حاجة والرجل بيتهرب من المسؤولية القانونية والشرعية وكل الكلام ده، فبتقول لك لا أريح دماغي، يعني أنا بكلمك بلغة بسيطة جدا. ده اللي بيفكروا فيه البنات الفكر، أو اللي بيفكر فيها الحاجة التانية، هي لما بتشتغل وبتقبض فلوس وبتعمل بوزيشن، تعمل مركز وبيبقى لها قيمة، والدكتورة راحت، الدكتورة جت، المحامية، الأستاذة راحت، الأستاذة، عارف ده إحساس لوحده، عارف اللي هو مفهوم الذات. يعني مش عايزه بقى حد يتحكم فيا بقى. لا مش كده، بس هو مفهوم الذات بيعلى، اللي انا الناس شايفاني ازاي وانا لازم اشوف نفسي كده. طب ده صح ولا غلط؟ لا هو مفهوم الذات لازم، بص حضرتك انا ما حرج، مفهوم الذات ده مهم طبعا، الدكتور هيقول لنا عن مفهوم الذات، يؤدي ان هو عزوف عن الزواج، بقى عن الزواج او تكوين اسره او المسار الطبيعي للحياه، يعني المسار الطبيعي للحياه هيحصل ان شاء الله، ولكن هي بيبقى عندها اختيارات وعندها افضليات، وبعدين بتقول لك ايه، قعده البيت في الخزانه ولا جوازه الندامه، ما هو دي امثال شعبيه، ما احنا درسنا الامثال الشعبيه في علم الاجتماع. ان انا ممكن اتجوز وارجع لبابايا بطفل، صح، فيشيل بقى ايه، بدل الواحده هيشيل اتنين. مزبوط. فهي بتتأنى وبتختار، وبعدين سقف الطموح عندها بيعلى، اكيد، يعني لو مثلا درست دراسات عليا مثلا، خدت ماستر، خدت ماجستير، خدت كذا، فلا انا اللي يليق بيا كذا، اللي يليق بيا انا عايزه رجل متدين، انا مش عايزه شاب اهوج،
انا عايزه واحد يقدر البيت ويقدر العيله. خلي بال حضرتك وانت تعلم ان في تغيرات اجتماعيه واخلاقيه في المجتمع خلت ان الحته دي الميزان مش متوازن. يعني مش اي شاب دلوقتي بيصون، مش اي شاب دلوقتي عنده حته التدين، حته الحفاظ على العيله، حته الاصاله، حته انه يتحمل المسؤوليه. ما هو الجواز مش فرح وطرحه وهنيمون. وده تعقل، انا احترم هذه البنت. كويس، لو كان في تعقل بسبب، فحضرتك مع فكره هذا التعقل انها بالراحه وتختار بالراحه وتتأنى. محدش ابدا ابدا يقدر يعيد في ده خالص اطلاقا. ولكن اسمحي لي اروح للدكتور محمود، لو حضرتك حللت هذه الشخصيه نفسيا، بنت تيجي لحضرتك العياده تقول لك والله انا او اهلها ييجوا بيها دي بقت حاجه و30 سنه وتقول لك لا انا مستقره في شغلي مبسوطه مش عايز حد يتحكم فيها مش عايز اتجوز. شوف لنا القصه يا دكتور، بعد ما تحللها نفسيا بتلاقي ايه؟ يمكن حضرتك لفت النظر لحاجه مهمه جدا، مع ان الموضوع ده مهم جدا واغلبه عوامل سيكولوجيه علم نفسي يعني. لكن وصل لدرجه العيادات بتاعتنا عيادات الطب النفسي وكانه ما تجيلكم تشتكي بالظبط وبقى بالظبط ان هو سواء العائله غالبا بتبقى فكره ان البنت عامله عزوف عن الزواج بالظبط، ايه المشكله؟ اوكي، او ان البنت شافت اكتر من شاب زي ما الدكتوره قالت وشايفه ان هي لا، ان هي شخصيا عندها خوف من ان هي تدخل في هذا الارتباط fear of commitment. الفكره كلها ان احنا من كجزء لو هناخد بقى من جزء سايكولوجي نفسي ان احنا بنعلم البنت من الاول في الشكل المحافظ ان فكره الولد ده عيب اساسا. يعني ان انت ايه الدافع ان هو يبقى ايه الدافع للزواج؟ الاول ان انت تعرفي ولد ده عيب، ده ما ينفعش، لازم لما تكبري. بعدين لما تكبر نبتدي نعلمها ان اوكي تعرفي الولد بس بحدود، ونبتدي نعلمها ان العلاقه الزوجيه او العلاقه الحميمه الجنس عيب وما ينفعش. مع الوقت سايكولوجيا بتبتدي البنت تشوف ان هي حياتها جميله، هتتجوز ليه؟ بيبقى في رفض بيتكون جواها داخليا انها تتحرك من المكان الكومفورت زون، المكان المريح بالنسبه لها، لمكان جديد احنا بقالنا سنين قاعدين نقول لها عيب وغلط وما ينفعش وحرام. بس ده بيسري على حتى غير المتعلمات او المتسربات من التعليم مع اجيال سابقه لكن احنا النهارده بنتكلم على خريجات جامعه. يعني مفترض ان هم اتعاملوا في الجامعه مع زملاء اتعلموا وتثقفوا وشافوا الدنيا بشكل محافظ جدا، وكان في ولد ممكن يكون كان في ولد قاعد يقول لها مين ده بتكلمي مين لسه قريب. حد واحده بنت متعلمه جامعيه بتكلم واحده صاحبتها، طلعت لها بنت ثانيه فقالت لها انا عايزه اتاكد انت بتكلمي بنت. هذه الرقابه العنيفه وهذا الترهيب والصد عن فكره ان انا ابقى في علاقه عموما بتبتدي تكمل. طب انا ليه اتحرك من مكاني؟ يعني السؤال اللي كانت الدكتوره بتقوله هو انا ليه اسيب وضعي ده؟ انا مستريحه مع عيلتي، مستريحه مع بابا، مستريحه مع ماما، مع اصحابي، بخرج بتفسح، معايا مرتبي بالظبط، مستقله بالظبط. ليه؟ عشان حاجات ممكن تبقى غلط، ممكن تبقى وحشه، مع ان ممكن يكون هي تعرضت لنموذج الولد السيء. ممكن يكون ده الاب اللي كان بيزعق وبيتخانق وبيزعق للام فانا مش عايزه ده. جوز الاخت مثلا بالزبط. اللي اختها عانت في تجربه جوازها مثلا، جوز صاحبتها، جوز صاحبتها اللي اتجوزت بدري بالظبط. او حتى فكره لما بيكون في جرائم حتى زي الجرائم اللي اشتهرت في الفتره الاخيره، واحد بيحب واحده وحصل جريمه فبتدي يبقى في نوع من انواع الخوف. هو ايه اللي اتحرك ليه؟ الدافع ان انا اتحرك من وضعي كشخص مستريح. يعني هي بتغامر، هي بتشوف الجواز او الارتباط والحياه الاسريه بعد اللي هتكونها دي مغامره ومكسب مش مضمون ومش عالي، انا مستريحه كده. طب خطوره ده ايه دكتور محمود؟ خطوره ده ان فكره الارتباط نوع من انواع التطور الطبيعي في الشخصيه، ان انا اقدر اهتم بحد وحد يهتم بيا. ونقطه احب اكد بيها، وده ملوش دعوه بان البني ادم يبقى اندبندنت او يبقى مستقل، انا ممكن ابقى شخص مستقل اهتم بحد مستقل ونخلي بالنا من بعض، لكن في الاخر بفضل دايما عندي شويه قلق. وحاجات اخرى يعني تاخر سن الزواج له مزايا وله عيوب بالمناسبه على مستوى العالم. في دراسات في العالم، يمكن اغلب الدراسات اللي في العالم طالعه من الهند اكتر، لان هي يمكن اللي مشغوله، لان دي ظاهره عالميه بالمناسبه موجوده في كل العالم الغربي والشرقي. في دراسات كتير بتقول ان المشكله بتبقى دايما ان ساعات بيبقى في نوع من انواع الوحده، ساعات بيبقى فيه نوع من انواع ان انا بفضل دايما عندي قلق من الاخر، ان انا بيجي لي فرص مناسبه بخاف ان انا اغلط، فكره ان انا اخاف ان اغلط بيبقى عندي قلق ان انا اغلط عموما.
كلمة أغلط دي هو الحاجات اللي قالوا لي عليها غلط، لأن هي خلينا يعني بمناسبة الأمثال الشعبية، المثل اللي بيقول إن الجواز زي البطيخة ده مثل ممتاز، يعني في الآخر هي مش هتعرف زوجها إلا لما تتجوز وتعرفه، ولا هو هيعرفها، فلازم اخد المغامره دي، ياخد التجربه او يخوض التجربه او يخوض التجربه، لازم يبقى عندي الجرأة ان انا اخوض المغامره دي. نجحت فهو شيء كويس، ما نجحتش فده شيء ما يقلش مني، وساعات ما يقلش كمان من زوجي كمان. طبعا. القلق ده بيخلي الناس كتير تفضل زي الكلمه المشهوره في منطقه الراحه او الكومفورت زون. وايه اللي يخليني بالظبط، ايه اللي يخليني اتجوز، ايه اللي يخليني ارتبط؟ طيب دكتور عزه معلش، يعني هل بالتالي ان تطور العلم والوضع اللي وصلت ليه المرأة أصبح ليه مسالب اجتماعية بالتالي؟ لأن ده بيهدد لو خدنا أو مدينا الخط على استقامته، ممكن نلاقي 50% هتبقى 70% هتبقى 80% عزوف عن الزواج بالنسبة لخريجات الجامعة. بس أقول لحضرتك حاجة، يبقى بالتالي النسيج أو التركيب الاجتماعي هيختل، خطر هيختل. المشاعر الأنثوية موجودة عند البنات، وكل بنت نفسها تبقى عروسة، كده واضح ما بقاش كل بنت، لا، ونفسها تاخد التجربه، ولكن مع المحاذير ان احنا مش بنعلم تربيه اسريه صح. في ماده اسمها ماده التربيه الاسريه، هي مش ماده طبيخ على فكره ولا تريكو، هي ماده بتعرفك ازاي تعيش في اسره. في ماده اسمها علم الاجتماع، تعرفي ان النواه الاولى للمجتمع هي الاسره، وان ده شيء طبيعي. في ماده اسمها التربيه الدينيه، بيعرفونا أخلاق الرسول، أخلاق المسيح، وأخلاق العذراء مريم وهكذا. مزبوط. وأن الزواج مودة ورحمة، وأنك الرجل يطلق أمه وأباه يلتصق بامرأته. إنما أنت على طول عايش في مجتمع ده بيطلق دي، ده بيسيب ده، ده بيضحك على ده، مشاكل في المواقع وفي الجرائد وعلى السوشيال ميديا وجروبات والفنانين والقدوة في المجتمع على الفيسبوك وعلى طيب بالله عليك مش ده بيخوف؟ ده بيخوف، أدي حاجة. الحاجة التانية، مفيش بنت نفسها ما تتجوز، ده بتلعب وهي صغيره بالعروسه وبتلعب بالبيبي بورن صح؟ ده الطبيعي، ده الفطره يا دكتور. ولكن في محاذير، غلق المعيشه، اسر كتير مش قادره تجهز ولادها، فبتقول لك انا مش يعني انا من بق بنات تقول لك مش عايزه اتفضح. يعني مش عايزه اخوض التجربه دي ومبقاش في فلوس اجهز البيت بكذا كذا كذا. وطبقه وسط على فكره. خلاص؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه، عندها تجربه اختها اللي اتطلقت ورجعت بعيلين. وقعدة في البيت مزنقاهم في الأوضة أو في الشقة أو في كذا. تجربة صاحبتها، تجربة الولد اللي حبته في الجامعة وسابها وهاجرها، هاجرها وحب صاحبتها. يعني في تجارب كتير، ولكن مش كل الناس كده. في ناس تانية لا، أنا عايز أعتمد على نفسي، أنا لما ألاقي ابن الحلال في الوقت المناسب أنا هتجوزه إن شاء الله يبقى عندي 37 سنة. طيب هل بقى في سن بمنزل 37، هل بقى في سن زي ما كان بيقول كده، انا ما بحبش كلمه العنوسه، ولكن تاخر الزواج، ايه السن يعني او من الى اللي بعده نقول ده كده تاخر، البنت كده اتاخرت في الجواز؟ هو احنا ليه بنقول تاخر وتقدم؟ انا مش دكتوره طبيبه، لكن بنقول عشان الانجاب. تمام. كل ما بنكبر كل ما البويضات بتقل ونسبه الانجاب، الفرص الانجاب بتقل، هو ده بس. انما الزواج انت تتجوز في اي وقت، اي حد يتجوز في اي وقت ان شاء الله. عندك 60 سنه اتجوز وهي تتجوز، مفيش مشكله خالص. حضرتك شايفه السن بقى المثالي النهارده للبنت بعد كل ده؟ يعني من سن 25 26 وتاخد تجربتها وتبقى فيها عقلانيه وتقدر انها تاخد قرار انها ترتبط وتدرس. سن كام؟ 25 26. طب ده كويس. حلو. اقول لحضرتك حاجه، احنا وصلنا في الثلاثينات دلوقتي، مش مشكله لو هي بتعمل ماجستير وبتعمل دكتوراه. لو هي ماجستير ولا حاجه، ولا ماجستير ولا حاجه. خلي بالك ان دلوقتي كمان الشباب عازفين، الشباب الولاد عازفين عن الزواج. عندهم بقى هم حاجات اخرى يقولها لك. في 29 حوالي 30% من الذكور عازفين، من ولاد الشباب يعني. عارف عازفين. عارف هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا كلام تاني خالص. 28.5 من البنات. هم بيقولوا كلام تاني خالص. هتجوز ليه؟ كل حاجه في الدنيا سهله. يبقى كل واحد يتجوز ليه؟ كل واحد الولد بيسال اتجوز ليه والبنت بتسال هتجوز ليه؟ ما عادي، ما البنات مالين الدنيا. وانا راجل ووقت ما احب اتجوز في اي سن هتجوز. ولو قفلت معايا خالص اروح اتجوز واحده اجنبيه. يعني تمام. كل واحد عنده اعذار المبررات. ولكن احنا برضو مش عايزين نضيق الدنيا، ده نصيب. عايزه كمان اقول للبنات الاستخاره، يعني اذا كنت خايفه من التجربه استخير الله. يعني تمام. مش هو ده المؤمن؟ تمام. هو ده تمام. المؤمن تمام. يستخير الله. مظبوط. طيب عشان ما تجيش البنت بعد فتره تفاجئ ان العمر جري بيها وتقول وضع او مر قطار العمر يا ولدي،
وفجأة تقول أنا عايزة أتجوز، وتلاقي نفسها عدت في مرحلة سنية الفرص قدامها بتقل، الفرص الجيدة نفسها بتقل. تنصح أي بنت بيه عشان ما تمرش بالتجربة دي أو ترجع تندم أو تراجع نفسها في وقت متأخر؟ بص حضرتك، أنا أول حاجة بقترح فكرة إن يعني بلاش الأحكام، مفيش فرص جيدة، مفيش فرص كويسة، العالم فيه مليارات الذكور ومليارات الإناث كتير. هي فكرة حاجتين في رأيي الشخصي مهمين جدا. الحاجة الأولانية هي فكرة ما يطلق عليها الامباورمنت، إن إحنا أي حد في العيلة التمكين، إن البنت تحس إنها متمكنة، قادرة تعيش حياتها، قادرة تتحكم في حياتها، محدش هيقدر يتحكم فيها مهما حصل. دايما بقول لأي حد بيجي لي بحس ان هو يعني مفعول بيه، بقول له انت تقدر تعمل. طيب معلش يا دكتور، ما في اسر تقول لحضرتك احنا ندمنا ادينا الثقه بزياده 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 للبنت، لدرجه انها بعد كده خلاص هي بقى تقول انا رايي من دماغي، انا اللي بتصرف، انا اللي بقرر، ومين ده اللي هيحدد لي ومين ده اللي هيقول لي تعملي وما تعمليش. فبعض الاهالي بترجع تندم انها زرعت ده بزياده جوه البنات. بص يا فندم، التمكين له دعوه بفكره ان انا اقدر. يعني لو البنت مستقله كفايه، عندها دخلها المادي، عندها وظيفتها، عندها كذا، طب ما تبقى مستقله فعلا. لكن الاهالي بيحصل ايه؟ ان هو بيكون بيصرف البنت وبيديها فلوس، او اي ولد او بنت، وبيديها كل حاجه وخايف يقول له لا. تاني، هي فكرة التمكين ليها دعوة بأن أنا عندي إمكانيات الكاملة، لكن بنت بتشتغل عندها دخلها تقدر تسافر تقدر تتحرك، طب هما ليه فعلا يسيطروا عليها؟ ده حقيقي على فكرة. النقطة التانية هي فكرة الريزيلينس اللي دونها، أو إن اللي يقع يقوم. اللي يقع يقوم، لأن مفيش مشكلة ندخل في تجربة وتطلع سيئة وادخل في تجربة تانية وتالتة ورابعة، لأن زي ما قلنا مفيش حاجة مضمونة. أكيد لما يكون فكرة إن أنا واثق إن أنا لما هقع هقوم، ده بيخليني أكثر جرأة في إن أنا اخد خطوات مهمه في حياتي. اخر حاجه بحب اقولها لكل البنات هي فكره حطي وقت انت عايزه تتجوزي فيه. انا ضد فكره يعني ان في سن، تمام؟ حتى الانجاب دلوقتي في حاجه اسمها بنوك للبويضات، ممكن دلوقتي بالظبط العلم خلى كل حاجه موجوده بالظبط، تجميد بالظبط. يعني قصدي هي حتى لو شايفه انها ما واجهتش الشخص المناسب او عايزه وقت متاخر، ما تعمل ده بشكل بيولوجي ان هي بالظبط تتاخر وتبقى مش عارف. يمكن الاراء دي تبقى ناس كتير في المجتمع بتتخوف منها يا دكتور، مع احترامي طبعا ليك حق طبعا، بس ناس بتتخوف، مفاهيم جديده علينا. هنوصل لمجتمع صناعي متفكك وصناعي ومتفكك زي ما بنشوف مجتمعات اوروبيه؟ لا، في اصبح في تفاكك بشكل كبير جدا في العلاقات الاجتماعيه. فهل احنا رايحين في الطريق ده؟ هو حضرتك بس الثقه بين الرجل والست او البنت ابتدت تختل بفعل بعض المشكلات والسوشيال ميديا والمقارنات في الافراح والمقارنات في الجهاز حضرتك عارف الغريمات واحنا اتكلمنا كتير في الموضوع طبعاً. ما هو ليه عايزه اتجوز بنتها وتقول لك اسطرها فتقوم هي تتسكن؟ يعني فاهم قصدي؟ الحاجات دي كلها عملت مشاكل وعملت قلق. العملية بس مش نفسية أكتر ولا اقتصادية، هي مجموعة عوامل. المجتمع بيتغير وده الطبيعي جدا. أنا مش خايفة على البنت، هي ممكن تتجوز في أي وقت، ولا خايفة على الولد وتتجوز في أي وقت، بس إحنا لازم نعلمهم الدين الصحيح، لازم نعلمهم أن في سن معين، ونعلمهم في العلوم، في مادة العلوم، في مادة الساينس. يعني المناهج التعليمية لازم تتطور وتمشي مع حاجات المجتمع واحتياجاته. ما دي حاجات معلومة بالطبيعة يا دكتور. ما حضرتك ثانية واحدة بالطبيعة. ثانية واحدة، ما هو من ممكن أمسك الكوباية دي وأشرب ودلدق على نفسي، ومعروفة بالطبيعة أن أنا بشرب من الكوباية، معروفة بالطبيعة، وممكن أحط في دي وأشرب، لكن هو الإتيكيت إيه، الذوق إيه، المعايير إيه، القواعد إيه، هو ده أعلمهم الدين بتاعهم الصحيح. ان في سن معين انت بتتجوزي فيه، انت مش عايزه، لازم تقولي اسبابك، يبقى في مناقشه بين الاب والبنت يعني لازم ناخد وندي معاهم. مش جايز عندها مفهوم غلط انا اصلحه لها، مش جايز مثلا ان هي خايفه انها تتطلق زي بنت خالتها. نصيحه حضرتك توجهيها لكل اسره حقيقي دخلوا في ازمه مع بنتهم اللي رافضه الجواز والسن بيجري بيها، والام على عينيها الفرص اللي بتضيع من وجهه نظر الام، والاب يبقى البنت ما اتجوزتش ليه بقى؟ فتقولي لكل اب وام ايه؟ قال لهم صبرا جميلا والله المستعان، وان اتناقشوا معاها، لان الحوار يولد الافكار. يعني اتناقشوا مع البنت، قد يكون عندها حد معين في دماغها انتوا رفضتوه قبل كده ومش واخدين بالكم. قد يكون في حب عمرها اللي سابها ومشي مثلاً. فانتوا لازم تعدلوا مسار حياتها النفسيه، محتاجه كلام وتقعد تتناقش طبعا مع تدخل نفسي هنا ارشاد نفسي. طبعا ارشاد نفسي.
يعني الحاجات دي مهمة جدا، والحقيقة الأجانب بيشتغلوا على المواضيع دي كويس قوي. وعندنا كمان ندرس في الساينس، مش هندرس الجواز زي ما كنا بنقول ندخل التربية الجنسية. التربية الجنسية حضرتك مش الجنس، التربية الجنسية ان انا ما اخليش حد يلمسني لا يستحق ان يلمسني، وان احترم ذاتي واحترم جسدي طبعا. وان ما حدش يقف جنبي في الاسانسير وفي مسافة طبعا. الجسد طبعا. يعني هي بتبدأ من الطفولة مزبوط. انما احنا بنفهم كل حاجة غلط. الحاجة التانية الثقة هترجع بالقوانين اللي الدولة بتعملها دلوقتي ان المرأة تحفظ المرأة، تحفظ للمرأة حقها وللطفل حقه، فانا ابقى مطمئنة حتى لو فشلت في التجربة. لو فشلت يبقى في حقوق، في امان وفي حقوق طبعًا. اني لما عجز ما ترميش في بيت مسنين يبقى في الضمان اللي انا اخد مثلا ربع ثروته حاجة، يعني ده مش تحريض اخد جزء من الثروة 20% 10% بس ما ترميش. انا عشت معاك التجربة وشفت حلوها ومرها، يبقى لازم ليا في الاخر طبعًا. حياه طبعًا. كريمه طبعًا. ضمان للحياه وضمان طبعا. فالحاجات دي كلها قلق في مجتمع طبعًا. متغير سريع طبعا، والولاد البنات بتشتغل في وظائف اسرع من الولاد والبنات بقوا شطار قوي، والبنات بقوا شطار في اللغات وفي البرمجه وفي بيتخرجوا من الجامعه بتقديرات عاليه. فهي بص بتقول لك ايه، في نظره علويه يعني. هو مين بقى هي دي النظره العلويه؟ تعليق اخير من انا تعليقي دايما بقول لاي اسره قووا بنتكم فهموها ان انت من وهي صغيره ان الولد له دور والبنت له دور، ان الولد له دور في البيت والبنت لها دور في البيت. قووا بنتكم انها تبقى الجواز ده جزء منها وليس كلها، ليس هو المستقبل. قووا بنتكم ان هي لو مش لاقيه الشخص المناسب وعايزه تكفل طفل تكفل طفل، ان الامومه مش لازم تبقى، ان زي ما الدكتوره قالت لما تيجي بنت اختها او اختها سوري ومعها اطفال ممكن تساعد ان دول يبقوا اولادها. قووها انها تاخد قراراتها وتبقى جريئه وما تخافش، وما فيش حاجه هتكملها، لا هي هتاخد قراراتها. وساعتها التفكك بيجي من الخوف، لما تبقى هي اقوى ساعتها هتاخد قرارات افضل، وساعتها المجتمع هيبقى اقوى. الفرد القوي هيعمل اسره قويه، هيعمل مجتمع قوي، اما الخوف هو ده اللي بيعمل تفكك. استاذ عمرو الوصمه ما توصمنيش ان انا عانس. ايوه ده مهم. ما توصمنيش انا اتجوز في الوقت اللي يعجبني واختار الراجل اللي يعجبني طالما انا عندي المؤهلات العلميه والشكليه والكذا والكذا والدينيه طبعا. ونرجع للدين بقى تاني بتاعنا. تمام. اصفر بذات الدين تربت يداك، يعني للولد وللبنت اكيد طبعا. هي كل ده القواعد تنشئة. نرجع تاني للقواعد اجتماعية. وللثقة جزء منه تنشئة اجتماعية وبعد نفسي او تعامل نفسي. شكرا جزيلا دكتور محمود الحبيبي استاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، شرفتني. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا استاذ الدكتور عزة فتحي استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. شكرا جزيلا لحضرتك. استاذكم نخرج لفاصل، وبعد الفاصل لقائنا مع الكاتب الصحفي الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. ارجوكم خليكم معنا.